بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نستمر محاضرة المساء هذه، إن شاء الله نتناول فيها مصادر التمويل أو الأصول الأخرى الفاينانشال ريسورسز. ومصادر التمويل يمكن في عالم اليوم أصبحت سهلة جدا، يعني التمويل الآن صار أسهل سهولة من قبل، والآن تنوعت أشكال التمويل، فهناك تمويل ذاتي، وهناك تمويل من البنوك، وهناك تمويل من مؤسسات أخرى غير بنكية، يعني هناك مختلف أنواع التمويل. وطبعا أخوانا المشروع بيحتاج لتمويل في بدايته، وهذا التمويل أكيد طبعا جزء من تمويل ذاتي هو من صاحب المشروع، والجزء الآخر بيكون هو عبارة عن قروض من البنوك أو بيع أوراق شراء، يعني عن طريق طرح أوراق مالية مختلف أنواعها. فنحن إن شاء الله اليوم سوف نتناول نوع من التمويل، هل هو تمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل، وبغير من المشروع يحتاج لتمويل قصير الأجل، قد يحتاج لتمويل طويل الأجل. طيب ما الفائدة من التمويل؟ أكيد طبعا المشروع يحتاج لتجهيزات، يحتاج لشراء الأراضي والآلات والمعدات، ونحتاج يعني لغطي التكاليف اللي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية. قلنا التكاليف نوعين، تكاليف استثمارية وتكاليف تشغيلية. والمشروع أكيد يحتاج إنه يغطي التكاليف الاستثمارية والتي غالبا دائما تكون في بداية المشروع، وأيضا المشروع يحتاج يغطي التكاليف التشغيلية، هذه تكون في السنة الأولى من المشروع. وأصبح التمويل الآن أكثر سهولة من قبل، يعني الآن صار مصادر التمويل متعددة، فهناك تمويل ذاتي من رأس المال صاحب المشروع، وبالإضافة إلى القروض من البنوك التجارية، وبعضها عن طريق الأرباح المحجوزة، وبعضها الاختراق من العالم الخارجي وإصدار السندات أو طرح الأسهم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب السلام عليكم. محاضرة اليوم إن شاء الله هي محاضرة يعني سهلة مرة، ونتناول فيها أنواع التمويل الذي يحتاج له المشروع. يمكن المحاضرة الجاية نبدأ في العملي. فالتمويل كما ذكرت هو نوعين، تمويل طويل الأجل وتمويل قصير الأجل. فنبدأ بالتمويل طويل قصير الأجل، وغالبا طبعا تتغير إلا بالسنة. دائما لما نسمع التمويل قصير الأجل من فترة أقل من سنة. فإذا حاولنا نعرف التمويل قصير الأجل، هي عبارة عن تلك الأموال التي تحصل عليها الشركة والمؤسسات وتسديدها في فترة زمنية أقل من سنة أو لا تتجاوز السنة. والتمويل القصير هو تلك الأموال التي تحصل عليها المؤسسات أو الأفراد أو العملاء أو الشركات، ويلتزمون بإرجاعها أو سدادها في فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
هذا هو تعريف يا اخوانا التمويل القصير الاجل، اموال تحصل عليها العميل والشركة أو المؤسسة ويلتزم بإرجاعها خلال فترة زمنية قصيرة غالبا. والتمويل القصير أجل قسمناه إلى اثنتين، ائتمان تجاري وائتمان مصرفي. ائتمان تجاري وائتمان مصرفي، الجدول في المحاضرة الماضية، الجدول في المحاضرة الماضية طبعا حسبنا الأهمية النسبية للبنت، يعني مثلا عندي 10 بنود، هذا كله بالنسبة للتكاليف تشغيل 10 بنود، فشوف تكلفة البنت وبقسم على شنو؟ على التكاليف الإجمالية، يعني مثلا عندي أراضي كلفت مثلا 2 مليون ريال، فبقسم ال 2 مليون ريال على التكلفة جميع البنود على إجمالي التكاليف، فرضا مثلا كانت 10 تكاليف 10، حأكسب 2 على 10، هذه النسبة اللي تحصل عليها بتوضح لي الأهمية النسبية للبند، هل هذا البند مهم ولا مو مهم؟ طبعا كل ما كانت النسبة عالية كل ما البند مهم جدا، كل ما كانت النسبة منخفضة معناها هذا البند بالنسبة لي ثانوي، هذا البند بالنسبة لي ثانوي، فهي واضحة والله. نعيد الشريحة، على النسبة هو أحسن، أي نعم على النسبة هو أحسن شيء. يعني أهم شيء مش أحسن شيء، أهم شيء. أوكي؟ يعني الحصول أظن أعتقد إن هي آلاف المعدات كان نسبتها 6 37 هي الأعلى، يبقى ده أهم بند، ده أهم بند عندي. فكل اللي أعمله بقسم تكلفة البند على إجمالي التكاليف الاستثمارية. واضح واضح إن شاء الله؟ أوكي. ممتاز. طيب نجي للتمويل القصير الأجل، قلنا يتحصر في نوعين، في ائتمان تجاري وائتمان شمول مصرفي. الفرق بينهم طبعا واضح جدا، ائتمان تجاري معناها انت لا تحصل على مبلغ نقدي، تحصل على مثلا سلعة، يعني تدفع لك السلعة، وائتمان مصرفي تتحصل على نقد قالب من شنو من البنوك. وفرق كبير جدا بين الائتمان التجاري والائتمان المصرفي. طيب الائتمان الزيادة دائما يعني يحتل مرتبة مهمة جدا في التمويل القصير الأجل. والائتمان التجاري يعني أهمية تزداد دائما خصوصا في الشركات الصغيرة الجديدة. لماذا مهم في الشركات الصغيرة الجديدة؟ لأن هذه الشركات الجديدة إذا ذهبت للبنك أن تأخذ قرض، فربما البنك يعني لا يعرضها بسهولة، هو البنك يرفض، فالبنوك دائما تقدم عروض للعملاء الذين يعني لديهم سمعة وأموال ضخمة جدا، يعني معروفين في السوق، فالبنك دائما حريص على أمواله، وبالتالي دائما يتردد في اغراض الشركات الجديدة لأنه يخاف انه أمواله ما ترجع لهم، ولكن البنك دائما يغرض الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة، لأن هذه الشركات الكبيرة أكيد بيكون عندها أصول ثابتة ورأس مال كبير وأرباحها مرتفعة، وبالتالي البنك لا يخاف في استرداد أمواله. الإخوان الائتمان التجاري إنك تحت سلعة وليس كاش نقد، وهذا الائتمان التجاري عنده أهمية خاصة في الشركات الجديدة. لماذا؟ لأن هذه الشركات من الصعوبة جدا تتحصل على قرض من البنك أو تسهيلات مصرفية، فدعم من البنوك تقدم تسهيلات مصرفية إلى الشركات الكبيرة كما ذكرت. إحنا قلنا غرق أو تسهيلات مصرفية، ما هو الفرق بينهما؟ طبعا البنوك دائما تقدم شنو تسهيلات مصرفية، لما نقول غرق معناها مبلغ نقدي، ولكن لما نقول تسهيلات مصرفية إن البنوك تقدم
غير القروض تقدم تسهيلات أخرى، مثلا التحويلات، تحول أموالكم مكان شنو إلى آخر، هذه تسهيلات مصرفية. الصراحة هذه تسهيلات مصرفية، فتح الحساب تسهيلات مصرفية، تحصيل الشيك تسهيلات مصرفية. يعني البنوك لا تقدم لنا قروض فقط، ولكنها تقدم لنا شنو تسهيلات مصرفية، يعني خدمات كذا، هي خدمات. مثلا إذا أردت مثلا تستورد سلعة من الخارج، فلا بد أن يتم ذلك عن طريق البنك التجاري. فالبنك التجاري يفتح لك اعتماد مستندي حتى أنك تستطيع أن تشتري سلعة من الخارج ويحول لك المبلغ ويعطيك خطاب ضمان. هذه كلها أحسن من تسهيلات مصرفية تقدمها البنوك. فالشركات الجديدة والحديثة التكوين صعب جدا تتحصل على قرض من البنك. لماذا؟ لأن البنك ظروفه صعبة جدا، فالبنك يطالب بضمانات ورهونات. فالائتمان التجاري هو عبارة عن سياسة الشراء الآجل، يعني مش العاجل، الآجل. فتمكن العميل من الحصول على هنا على البضاعة، أو على السلعة من البائع مباشرة لو مستورد، ويسددها هنا في وقت لاحق، حسب الاتفاق. يعني العميل يحصل على شنو؟ على سلعة من البائع مباشرة، يعني أو مثلا استوردها من الخارج، ولكن الدفع يكون في شنو؟ في مؤجل. يعني هو يدفع المبلغ في وقت شنو؟ لاحق وليست الآن. فمثلا الائتمان التجاري مثلا تشتري، مثلا المستورد يشتري لك السلعة الحين وتسدد بعد سنتين حسب الاتفاق. الدخول الائتمان التجاري هو مهم جدا، يحتاج المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وأكثر أهمية في الشركات الصغيرة والجديدة. لماذا؟ لأن هذه الشركات من الصعوبة تتحصل على قرض من البنك، فالبنوك لا تغرض الشركات الصغيرة. هذا هو خانش الائتمان التجاري. إيه الائتمان المصرفي؟ الائتمان المصرفي هو النوع الثاني من التمويل قصير الأجل. الائتمان المصرفي هو طبعا هو عبارة عن شنو؟ قروض أو التسهيلات المصرفية التي تتحصل عليها الشركة والمؤسسة من البنوك، وعبارة عن القروض أو التسهيلات المصرفية التي تحصل عليها الشركة من البنوك أو من المصارف. يا قروض أو تسهيلات مصرفية، أعتقد ذكرت الفرق بينهما. القروض غالبا هو نقد، أما التسهيلات المصرفية هي خدمات تقدمها البنوك. فالبنوك لا تحت قروض فقط، ولكنها تقدم خدمات، تسهيلات مصرفية. احنا نسميها تسهيلات مصرفية، يعني مثلا تحويل أموالك من بنك إلى بنك أو من مكان إلى آخر، هذه هي تسهيلات مصرفية. والضمانات وفتح الحسابات، تحصيل الشيكات، هذه كلها تسهيلات مصرفية تقدمها البنوك. طبعا الائتمان المصرفي ممكن يختلف المرتبة الثانية، لكن طبعا عنده ميزة يتميز بالمرونة. لماذا؟ السؤال، لماذا الائتمان المصرفي يتميز بالمرونة؟ ببساطة جدا، لأنه دائما النقد مرن. فشخص عندما يعطيك نقد يعني بيديك نوع من المرونة، بيكون عندك نوع من الخيارات. ولكن عندما يعطيك سلعة فليس لديك خيار، فدائما النقد أو الكاش يحتاج إنسان مرونة. فمثلا أحتاج مثلا مبلغ من المال لشراء سلعة معينة، تكتسب السوق وتجد أنواع مختلفة وتفاضل بين السلع. ولكن عندما أحتاج ائتمان تجاري، أحتاج سلعة، ليس لديك خيار آخر. فدائما النقد يحتاج إنسان خيار، يعني على دور الخيار. عشان كده دائما الائتمان المصرفي مرن، اوكي، يعني مرن
أما الاهتمام الاجتماعي غير مرن، شرحناه قبل كده صحيح، سهل إنك تتصرف بالنقد، عشان كده قال مرن. أي تكلفة تقصد؟ أو تقصد عفوا، أي تكلفة تقصد؟ تقصد المحاضرة الماضية يعني؟ المحاضرة الماضية؟ شرحنا تكلفة البدء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تقصد التكلفة؟ الائتمان المصرفي. ما فهمت السؤال، تقصد الائتمان المصرفي؟ هذا المحاضرة الماضية. المحاضرة هي كلها نظري. طيب الاعتبار المصرفي طبعا بيكون دائما هو عبارة عن صورة نقدية كما ذكرت، تبدأ العميل نوع من الخيارات، فهذا دائما النقد يعطيك مرونة، يعني تقدر يكون عندك خيارات. طيب الاعتبار المصرفي تكلفته تأثر بعدد من العوامل، أو إحنا نحدد 3 عوامل هي تأثر على تكلفة الائتمان المصرفي. طبعا يا إخوانا البنك لما يحتاج قرض بياخذ منك فائدة، هذه الفائدة إحنا نسميها تكلفة الائتمان وتكلفة التمويل. لما تاخذ قرض من البنك بيحتاج فائدة، بالنسبة للبنك هذه فائدة ياخذ منك فائدة عفوا، ولكن بالنسبة للعميل هذه الفائدة عبارة عن تكلفة نسميها تكلفة شنو؟ التمويل، تكلفة الغرض أو تكلفة التمويل. فتكلفة التمويل أو تكلفة الغرض هي التكلفة التي يدفعها العميل في حالة الاقتراض من البنك. إذا مثلا أخذت قرض من البنك بفائدة 10% تصبح 10% هي تكلفة التمويل أو تكلفة الغرض. هذه التكلفة تتوقف على مجموعة من العوامل، نمرة 1 الشروط التي تفرضها البنوك على المستثمر، فهذه تأثر على التكلفة لأن البنوك تفرض شروط قاسية، شروط الرهونات والضمانات الشخصية وطريقة السداد. لأن بعض البنوك تطلب منك رهن، سواء كان رهن سيارة أو رهن قطعة أرض أو رهن منزل والضمانات الشخصية. أعتقد الضمانات الشخصية هي الآن منتشرة كثير جدا في الائتمان المصرفي، يعني أي علاقة بالشرائح، يعني ما موجود في الشرائح ما مطالب بيبدأ، بس يعني هو المغرب بتاعك نفس المغرب بتاع الصباح طلاب الصباح، ماشي يعني نفس المغرب بتاع طلاب الصباح، فعليك بالشرائح، فإن شاء الله ما يطلع منه إن شاء الله، فلا تخافوا إن شاء الله. طيب
الشرطة هو ربع اقتراب السائد، هذا أسرع كتبان المصرفي. طيب ما هو ربع اقتراب السائد؟ ما هو ربع اقتراب السائد؟ حد يعرف ما هو ما هو المقصود؟ ما المقصود؟ بضع الصعيد حوار زلكم سؤال. المقصود بضع الصعيد إخواننا يعني حال الاقتصاد، هل الاقتصاد في حال الكساد أو في حال شنو؟ تضخم. إيه هذا المقصود، إن بضع الصعيد السعيد معناها الاقتصاد بصورة عامة هل يعاني من تضخم ولا من كساد أو ما يسمى فجوة انكماشية وفجوة شنو تضخمية؟ لا، غير ركود وتضخم ممتاز، حلو جدا. فبالتأكيد أخذ أن يكون هنالك ركود نسميه فجوة انكماشية، يكون دائما الفائدة معناها منخفضة. دائما لما نحصل ركود أو كساد فبكون الفائدة في البنوك منخفضة جدا، وهذا نفسه في عالم اليوم. يعني اي يعني الركود، الركود هو اخواننا يعني طلب منخفض شديد، يعني ما في قوه شرائيه، هذا يسمى ركود القساد. ففي موجود السلع بس عرض كثير لكن طلب قليل، هذا طبعا عنده اثار سالب الركود، لان الشركات تنقص انتاجها نقص العدم شنو العدم الطلب. الشركات لما تنقص انتاجها أرباحها تنقص، دخلها ينقص، وبالتالي تخفض العمالة، يعني بدل ما تشغل موظفين جديدين تتخلص من الموجودين، فترتفع نسبة البطالة في حالة الكساد، وينقص الدخل. هي الطلب أغلى سلعة، هي طلب منخفض شديد جدا. فهنا العلاج للكساد هو خفض سعر الفائدة. احنا ندري تماما من 2009 العالم يعاني من ركود وكساد، وبالتالي سعر الفائده في العالم انخفض الى ادنى مستوى له. يعني سعر الفائده في اوروبا وفي امريكا يعني الى غريب جدا اقل من 1%. طبعا بيسموه سعر فائده صفر، بيسموه زيرو سعر فائده او زيرو انترست ريت. يعني تعال خذ غرض بدون فائده، كان غرض حسن. حسب جيت فورب في أمريكا سعر الفائدة وصل أقل من 1%، وصل 0.5%، وما زال في الحدود هذه. واحد يعني واحد لا يسوي شيء كون يبقى يأخذ منه فائدة 1%، لا يسوي شيء. فدائما هذه السياسة النقدية، خلنا نسمي السياسة النقدية في حالة الكساد والركود نخفض سعر الفائدة. فإن يكون وضع الاقتصاد السائد هو عبارة عن كساد، هذا يحصل في عالم اليوم، فبالتأكيد العلاج خفض سعر الفائدة. فروح البنك المركزي في الدولة، طبعا يسمونه سوق النقد السعودي، هذا يروح بتخفيض سعر الفائدة. فسعر الفائدة الآن في أمريكا وفي أوروبا كان أقل من 1% إلى العام الماضي. طبعا هذا يؤثر على تكلفة الكمن المصرفي، وبالتالي تكون تكلفة مالها منخفضة. إذا كان سعر الفائدة 1% فبتكون معناها تكلفة الكمن المصرفي 1%. لأن تكلفة التمويل المصرفي تكلفة التمويل، كيف إنما تروح تسحب وتأخذ غرض من البنك، في البنك تحصل على فائدة مثلا 1%، هذه 1% بالنسبة للبنك فائدة، ولكن بالنسبة لك أنت العميل تكلفة، إنه راح تدفع بعدينك، تدفع رأس المال أو الغرض اللي يخفضه زائدا مثلا 1% فائدة. فبالنسبة لك التكلفة، عشان كده احنا دائما نسميه سعر الفائدة نسميه هو تكلفة التمويل. والعكس في حالة الانتعاش الاقتصادي اللي يكون الاقتصاد منتعش أو في تضخم، هنا سعر الفائدة يكون عالي جدا، فيرتفع سعر الفائدة وترتفع تكلفة الائتمان المصرفي. يبقى اخوانا تكلفة الائتمان المصرفي تتأثر تأثير كبير جدا بالوضع الاقتصادي السائد في البلد. اللي هو هل نعاني من ركود وبطالة أم نعاني من تضخم أم نعاني من ازدهار اقتصادي، هذا كله له تأثير قوي جدا
حاجة افتكرت الدراما المصرفي. العام اللي قتلته هو مع جرجر فايدي في السوق، وسعر فايدي في السوق ده ما كان بيحدد شنو الطلب والعرض. سعر فايدي في السوق بيحدد شنو الطلب والعرض. فحتى احنا دائما لما مثلا اتكلم عن الاسهم، نلقى الاسهم عنده كم قيمه، نلقى عنده قيمه اصدار ونلقى عنده قيمه سوقيه حسب الطلب والعرض. فبرضه سعر الفايده في السوق حسب الطلب والعرض. يعني لما نشتري سندات وعليها فائده، هذه السندات الفائده عليها صحيح هي ثابته ولكنها تتاثر بالطلب وبالعرض. يبقى تكلفة التمويل المصرفي أو تكلفة التمويل المصرفي تتأثر شنو بسعر الفائدة في السوق. طبعا ما بتكون أكثر من سعر الفائدة في السوق، لو تكون شنو هي قريبة من سعر الفائدة السوقي. يبقى تكلفة التمويل المصرفي تتأثر بثلاثة عوامل: واحد، الشروط التي تفرضها البنوك، اثنين، الوضع الاقتصادي، سعيد، ثلاثة، معدلات الفائدة في السوق اللي حسب الطلب حسب شنو العرض. فلما يكون مالك الفساد أكيد معدلة الفائدة بتنخفض، ولما يكون عندك انتعاش اقتصادي ترتفع معدلة شنو الفائدة. هذا هو التمويل شنو قصير الأجل، أي التمويل طويل الأجل. طبعا متوسط الأجل حوالي 5 سنوات تقريبا، التمويل طويل الأجل أكثر من 5 سنوات. فالتمويل طويل الأجل لازم الشركات تعتمد عليه شنو في خطط المستقبلية. كيف الشركة تكون عندها تخطيط المستقبل، تحسن، تتوسع، تنوع إنتاجها، وبالتالي تحتاج شنو إلى التمويل طويل الأجل. التمويل طويل الأجل يمكن يقسم إلى 5 أقسام: واحد، الأسهم العادية. أكيد كل طبعا بنعرف السهم، إيه تختلف طبعا. التمويل طويل الأجل يمكن يصدق أكثر من 10 سنوات، يعني هو سمو طويل الأجل. بعض الناس يطولون 5 سنوات متوسط الأجل. طيب أهم نوع في التمويل طويل الأجل هم الأسهم العادية. ما هو السهم؟ ما هو السهم؟ أي حلو، السهم عادي، سهم ممتاز. ما الفرق بين السهم والسند؟ ما الفرق بين السهم والسند؟ ممتاز. سند دين، انت دينت الشريك. اما السهم انك شريك، هو مالك انت، يعني شريك. فصاحب السهم بياخذ ربح، تشريف الشركة الشريك. أما صاحب السند بياخذ فائدة، تحصل على فائدة وما عنده غضب، يعني ليست له علاقة بالخسارة والربح. صاحب السهم يتحصل على الربح ويتحمل الربح ويتحصل على الربح ويتحمل الخسارة. أما السند بيع صحيح، صاحب السند ما له علاقة مع الخسارة، ياخذ دائما يتحصل على فائدة ثابتة. طيب ما هو السهم؟ السهم هو عبارة عن حصة في رأس مال الشركة، حصة في رأس مال الشركة. يعني هذا تعريف مختصر للسهم. واحتوى طبعا السهم من شنو؟ من المصادر التمويل الرئيسية للشركة. الشركة تعتمد على الأسهم بنسبة كبيرة جدا. طبعا أصحاب الأسهم الكبيرة أو الناس اللي عندهم أكثر عدد من الأسهم
هم يشكلون مجلس الإدارة. مجلس الإدارة في الشركة دائما يكون من أصحاب الأسهم الأكبر. وإحنا درسنا في المحاسبة إنه صاحب السهم هو مالك شريك في الشركة وله حق التصويت والتداول، تداول الأسهم، وله حق المشاركة في الربح في الخسارة. نجي للسهم الممتاز، نفس الشيء نفس التعريف. السهم الممتاز هو عبارة عن حصة في رأس مال الشركة، عن الشريك حصة في رأس مال الشركة. طيب ما هي تكلفة السهم؟ تكلفة السهم هي عبارة عن العائد المتحقق من الاستثمارات. هذه زي ما شوفنا تكلفة السهم هي عبارة عن العائد المتحقق من الاستثمارات. يعني إذا أنا مثلا اشتريت أسهم من شركة وحطتني عائد، بالنسبة لي أنا العائد هذا ربح، لكن بالنسبة للشركة شنو؟ تكلفة. يعني مثلا اشتري سهم ب 100 ريال والشركة حطتني عليه ربح 10 ريال، فهذه العشرة بالنسبة لي أنا ربح عائد، لكن بالنسبة للشركة شنو التكلفة؟ تدفع لي 100 ريال زائد 10 ريال ربح. ولذلك تكلفة السهم هي عبارة عن شنو؟ العائد المحقق من الاستثمارات. بالنسبة للشركة تكلفة، نحن ندفع على 10 ريال، أما بالنسبة لي أنا عائد أو ربح. خلاص يا إخوانا، يبقى تكلفة السهم هي عبارة عن العائد أو الربح المحقق من الاستثمارات. طبعا أصحاب الأسهم الممتازة، السهم الممتاز طبعا يعني فرق بيني وبين السهم العادي. فأصحاب الأسهم الممتازة طبعا عندهم امتيازات خاصة، عندهم امتيازات خاصة، عندهم الأولوية في الأرباح، وإذا الشركة تعرض لخسارة هم لهم الأولوية. طبعا السهم الممتاز سعره زائد، سهم ممتاز سعر زائد، يعني شركة تطرح سهم عادي وسهم ممتاز. السهم الممتاز زي الفي اي بي، ها زي الفي اي بي غريب بطل بيرسون، فسعره مرتفع ولكن عنده امتيازات. فهم يعني يتمتعون بكافة حقوق الأسهم العادية، لكن هم لهم الأولوية، لهم الأولوية. يعني إذا شركة مثلا خسرت حسب التصفية، الأولوية لأصحاب الأسهم الممتازة، أو حتى في الأرباح شركة حصلت أرباح فهم لهم الأولوية في الأرباح، بس لكن لا يصوتون في الجمعية العمومية. يعني أصحاب الأسهم الممتازة ما يصوت في الجمعية العمومية. كل دولة عندها قانونها، لكن بصورة عامة هم لا يصوتون في الجمعية العمومية، لكن لهم الأولوية في الأرباح التصفية. النوع الثالث من مصادر التولية هي الأرباح المحتجزة. ما هي الأرباح المحتجزة؟ تعرف الأرباح المحتجزة هي شنو؟ هي الأرباح الغير موزعة. هي أرباح غير موزعة. فدائما الشركة تحاول لا توزع كل أرباحها. يعني مثلا شركة المراعي كانت أرباحها 100 مليون ريال، فهو تحتاج 10% هي 10 مليون ريال، وتوزع لأصحاب الأسهم 90 مليون ريال. طبعا في أسباب كثيرة تجعل الشركة شنو تحتجز الأرباح. هي الأرباح شنو المحتجزة، هي جزء من الأرباح يقسمه هو دخول إلى رأس المال. لماذا؟
لماذا الشركة تحتجز الأرباح؟ يعني لا، هي جزء من الأرباح. يعني شوف الأرباح، مثلا التوتال بتاع الأرباح، فمثلا شركة أرباحها 100 مليون ريال، فقررت إن 10% تحتجز من هذه الأرباح، جزء منها من الأرباح كلها. فالعشرة المية مثلا من 100 مليون 10 مليون، فيحجز 10 مليون ريال داخل الشركة، ويوزع كم؟ 90 مليون ريال. طبعا الأرباح المحتجزة يعني عندها ميزة كثيرة جدا. ف دائما يعني الشركة تحاول مثلا تستفيد من الإخفاءات الضريبية على الأرباح. يعني بعض الحكومات يعني يخفون الأرباح المحتجزة من الضريبة. طبعا يا إخوان، أعلى ضريبة هي ضريبة الأرباح. أعلى ضريبة هي شنو؟ ضريبة الأرباح. يعني تكون صحيح انك راتب الحكومه ما تاخذ منك ضريبه، ولكن الشركات يعني تدفع ضريبه للدوله، فهي الاعلى في العالم، اكثر من 20% في بعض الدول ضريبه الارباح. يعني مثلا شركه تايوتا تدفع نسبه كبيره من ارباحها ضريبه للدوله، للحكومه اليابانيه. شركه الفورد للسيارات هيدفع اكثر من 20% من ارباحهم. يعني ضريبه الارباح دائما عاليه جدا، لأن الحكومة تنظر لك، أنت تاجر، أنت غني، أنت عندك مؤسسة، عندك شركة، وبالتالي تدفع ضريبة شنو؟ عالية جدا، اسمها ضريبة الأرباح. فالأرباح المحتجزة تكون عندها ميزة إذا تم خصمها من الضريبة. يعني هي قد تكون عنصر تمويل رخيص جدا ممتازة في حال شنو؟ إعفائها من الضريبة. وغالبا الحكومة تخفي الأرباح المحتجزة من الضريبة، وبالتالي هذا يصير فيها ميزة وفائدة. إيش هذا؟ إذا الأرباح المحتجزة بتقوي المؤسسة، تعطيها قوة تنافسية، لأنه بيزود رأس مالها، فتصبح المؤسسة أو الشركة رأس مالها كبير، وبالتالي هذا يعطيه تمويل فرص استثمارية جديدة. يعني مؤسسة تعمل لها فروع مثلا في أبقى، فرع في جدة، فرع في الدمام، فهي ميزة. أوكي، واضح؟ ايضا البحر المحتجزه تفضل اذا كان العائد عليها اعلى من عائد حمله الاسهم العاديه، اعلى من عائد حمله الاسهم العاديه. اذا كان العائد عليها عالي جدا، فتفضل البحر المحتجزه افضل من ان الشركه تطرح اسهم جديده. إذن إخواننا، ثلاثة أسباب تبرر حجز الشركة للأرباح. نمرة واحد، تمويل فرص استثمارية جديدة، وتفضل إذا كان عندما يكون العائد أعلى من عائد حملة الأسهم العادية. وثلاثة، هي تكون عنصر تمويل رخيص جدا إذا تم إعفائها من الضريبة. بعض الدول تحفيها من الضريبة، ضريبة الأرباح. فالشركة أفضل لها تمويل نفسها، يعني يسموه التمويل الذاتي، اسمه التمويل الذاتي. في الشركة بدل ما تطرح أسهم للجمهور، أفضل لها تمويل من أرباحها. واضح يا إخواننا؟ فأفضل أرخص للشركة إنها تمويل من الأرباح المحتجزة، بدل ما شنو تطرح أسهم جديدة ويدخل شركاء جديدين. النوع الرابع من التمويل الطويل الأجل هو القروض طويلة الأجل. طبعا هذه عبارة عن مديونية تصل عليها الشركة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
حتنج تواجه طموحاتها التوسعية، يعني شركة تحاول تتوسع في المستقبل، تنتشر داخل الدولة وخارج الدولة، وبالتالي تحتاج لقروض طويلة الأجل. وزي ما قلنا قروض طويلة الأجل هي فيها ميزة، يعني ما فيها مخاطرة عالية مثل القروض قصيرة الأجل. القروض قصيرة الأجل في الفترة الزمنية قصيرة جدا، وبالتالي أفضل القروض طويلة الأجل، فبتعطي الشركة مساحة كبيرة جدا إنها تتوسع وتحسن إنتاجها في المستقبل. أما القروض قصيرة الأجل بتصير مشكلة، يعني قصيرة الأجل هي أقل من السنة، فطول القروض طويلة الأجل لها ميزة بالنسبة للشركة، فتعطيها فرصة إنها تتوسع وتحسن في المستقبل. وآخر حاجة يا إخواننا، السندات. طبعا السندات ذكرناها قبل شوية، هي حزام أو دين على الشركة، وطبعا سندات تاريخ بتاع استحقاق حسب الاتفاق يكون 10 سنوات. السندات طبعا هي تختلف من الأسهم، منها واحدة من أدوات الدين، والفائدة عالجنا عليها سابقا. بعض الشركات تصدر سندات طويلة الأجل وتتحصل على قروض وأموال ضخمة جدا وتمول مشاريعها، ممكن نقول 10 سنوات. حتى بعض الحكومات تصدر سندات، الدولة ذاتها أحيانا تصدر سندات عشان تمويل نفسها. صوت واضح يا إخواننا؟ والله ما أدري. مين هذا؟ إذا إخواننا باختصار شديد جدا، التمويل في عالم الأسهم مهم جدا، إحنا قسمناه إلى 2، تمويل قصير الأجل وتمويل طويل الأجل. التمويل قصير الأجل عبارة عن الائتمان التجاري، هنا الشركة تحصل على سلعة، وأظن هذا عنده ميزة في الشركات الصغيرة والجديدة، أن هذه الشركات البنك ما رايح يغرضها، يعني تجد الصعوبة في الغروض من البنك، وبالتالي تفضل شنو الائتمان التجاري. الائتمان المصرفي هو عبارة عن القروض والتسهيلات النظرية اللي تحصل عليها شنو الشركات وتلتزم بسدادها في فترة زمنية أقل من سنة. هذا هو تمويل قصير الأجل، يكون من الائتمان التجاري تحصل على سلعة، وائتمان مصرفي تحصل على غرق. هو تكلفة الائتمان المصرفي تتأثر بمجموعة من العوامل، من أهمها الشروط التي تفرضها البنوك والوضع الاقتصادي السعيد، نحن الكساد والتضخم وسعر الفائدة في السوق. هذه 3 أشياء تؤثر على شنو؟ على تكلفة الائتمان المصرفي. هذا هي القروض قصيرة الأجل. القروض طويلة الأجل هي عبارة عن 5، قسمناها إلى 5،
واحد الأسهم العادية، وأن السهم هو عبارة عن حصة في رأس المال الشركة. 2 الأسهم الممتازة برضه حصة في رأس مال الشركة، لكن أصحاب الأسهم الممتازة عندهم معاملة خاصة، لهم الأولوية في الأرباح والأولوية في حالة التصفية. والنوع الثالث من التمويل طويل الأجل هي الأرباح المحتجزة، وهي عبارة عن الأرباح الغير موزعة. فالشركة أحيانا تحتجز هذه الأرباح أكيد طبعا عشان توسع مشاريعها المستقبلية، ودائما الأرباح المحتجزة عندها ميزة. الميزة بتاعتها يعني أو لها ميزة تفضلها الشركات، هذه الميزة تمثل في شنو؟ ربما تكون هي شنو؟ يعني مصدر تمويل رخيص إذا تم إعفاءها من الضريبة. إذا الحكومة أعفت الأرباح الغير موزعة من الضريبة تكون مصدر تمويل رخيص جدا. طبعا بالتأكيد الحكومة لا تحفي الأرباح الموزعة، ولكن قد تحفي الأرباح الغير موزعة. وتفضل برضه الأرباح المحتجزة إذا كان العائد عليه أعلى من العائد بتاع الحوالات الأسهم العادية. نوع الرابع من التمويل الطويل الأجل هي القروض طويلة الأجل، وهي عبارة عن صناعة التزامات على الشركة حصل عليها من جهات الإقراض مثل البنوك والمؤسسات المالية. وآخر حاجة النوع الرابع، عفوا النوع الخامس، اللي هو السندات. والسندات هي تشكل شنو؟ التزام، اللي هي طبعا ورقة مالية. السندات هي عبارة عن شنو؟ ورقة مالية عندها تلغي استحقاق معين وعليها فائدة ثابتة. دائما السند يعني مشكلة، لأن دائما الفائدة عليه شيء مش ثابتة. خلص خلاص اوكي. إن شاء الله. لا سكركم سكركم المعرف كله. سكركم الآن أرسلت لكم كويس. لكم واجب قبل ساعة. طبعا بدون حل. والحل إن شاء الله يكون مثلا بعد في المنتدى. في المنتدى في المنتدى طبعا ان شاء الله اخواني المحاضرة جاية نخش في جانب شنو في جانب العملية. الله يتم العافية. ان شاء الله المحاضرة جاية ندخل في الجانب العملي، نحتاج منها إلى تركيز شوية إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا كله جانب له، هذا كله جانب نظري. أيوة إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.